الشكل ديالي ما لقاش واحد التجاوب. كانوا جاو شي ناس متكاملات من القريبة وقالوا لنا درت تقريبا شي 3 ايام ولا 4 ايام هو هنايا، اضطريت انني نمشي حتى للجامعة ودزت المقاطعة عاد من بعد قالوا لنا داك الشيء وتحيدوا لي، قلت لي شي 3 ايام. علاش شهر بوكا نحن نمشيو المقاطعة وكاع هاديك المرة؟ فهمت، وانت تلشارجيو هذا الفيديو شنو كاين؟ شكاية، شي بلاصة الشكاية تي؟ إلا هنايا اللي ساكنة واحد الحفرة لي نصوروها، دابا غادي نحط الشكاية ديالي في التطبيق ديال القناة، كنكتبو أول حاجة الاسم ديالها، وكنحطو الموضوع ديال الشكاية، كنختارو النوع ديال الشكوى، وكنحطو رقم الهاتف، كناخدو صورة من المشكل اللي عندنا في الحي ديالنا، ثم كنرسلو الشكاية ديالنا. دابا تقريبا كاملة شي دقيقة وصلت المصلحة النهائية، صراحة هاد الابليكاسيون زوينة بزاف وغتفيدنا كاملين، مغنبقاوش نضيعو الوقت باش نوصلو للمصلحة والكوش بالظبط. المهم تصدق فكرة زوينة هادي، أول مرة تشكيزي مع الوقت. وسهلة، جميع المواطنين فوق قاري وما قاريش. غادي يسهل على المسؤولين أنهم يتعرفوا على المشكل وأنهم يعالجوه. وكنتمناو بان هذا التطبيق يتيشارجيو بزاف ديال الناس لانهم غادي يدفعوا ليه بزاف الاحياء ديالهم. فكره زوينه كاين شي كايا بالدار التليفونات بلا ما تعدد بلا ما والو ويجيو الناس تحب المعيده ورقدوا المسائل ديالنا. الصراحه فكره زوينه هذه، نتمنى انه كاع المصالح اللي وقعت بزاف في الكاسوان. كان مقاطعة تمام، قلت لكم بأن جميع الشكايات اللي تتسيفطوا لنا على التطبيق ولا الابليكاسيون ديال الدار غادي تنتوصل بها وتنتبعها شخصيا. دابا هي الشكايات وصلنا بها من واحد السيدة متعلقة بواحد الحفرة، دونك نتصلوا بالمصلحة المدنية باش يقولوا لازم حالا. La présentation, on va présenter normalement l'application de Tana, normalement qui va, Inch'Allah, être tout très clair, qui est le 1 du janvier, va faire les différentes salariés. Donc, on va dire que شرح واحد يعني مبسط لهذا التطبيق هذا باش يوقع جميع الاخوان الحاضرين واللي ما حاضرينش يوصلوا لانها كيفاش يكون هذا التطبيق ديالو، الميزات ديالو وكذلك الاساسيات وكذلك الهدف الاساسي على جهه التطبيق. دونك فاطمة كما قلت لكم التوجهات الثانيه صحيح الجلاله وكذلك الكفاءه العاليه ديال الاطر المغربيه وكذلك وزراء الحكومه الحاليه. ابو ديال انواع بالهايه ما بقاش وتقبل المحتاج وهذا الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. تطبيق الطانا هو حل مبتكر من اجل تفاعل ايجابي ما بين المواطنين والاداره. الهدف من هذا التطبيق هو تبسيط الاجراءات الاداريه والاجتماعيه وكذلك توفير الوقت وكذلك تعزيز التحول الرقمي بالبلاد ديالنا. هذا التطبيق ان شاء الله يبدا العمل ديالو ابتداء من 1 دجنبير من هذه السنه. الميزه الاساسيه ديالو هي الشكايه. اليوم تطبيق الطانا يعني نبغي نقولوا بانه اي واحد شاف اي حاجه ماشي هي هذيك ولا يمكن له غير يصور وفي دقيقه تنكون غنتوصلوا بهذه الشكايه وتيكون التفاعل ديالو التفاعل ديال مع هذه الشكايه في اجل لا يتعدى 72 ساعه. دونك هادو هما الميزات الاساسيه ديال هذا التطبيق وما هو الا صوره مصغره ديال الموقع الالكتروني اللي كان ديال لاغونديسمون بطانا.ما اللي كان يعني التفعيل ديالو هذه تقريبا واحد 10 اشهر. دونك اليوم نبغي نقول هذا التطبيق ليس هناك تطبيق بالطانا ليس مجرد تطبيق، فهو من اجل تجويد الحياه ديال الساكنه وكذلك لاعطاء واحد الصوره جديده ديال المقاطعه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.